حسابته معرض والله قلبيت السمان لان ما تفقه وانه هلخن ان شركة كان شريت وحن في قهد الدونا دعوين كيف دن بيه السمان لان ما لبيه دن بيه كرعان هذا هو الخير وخوه الرئي وحن كيف لابي دونا فقط دي مدخيرهم كتشيري تحاد بسارة ورخاتنسة ورد فيها انو عارك اني هذا نهي شعبي كتحس السمان لان خطبة ان قادل وقصوا فكرين وعدي مدحينها وصبرتي هذا أيوة كان عيد سجها قد دامين الصلاة شرنا يا فتور ريسا كان هر كان الشعب في الصومالي لان أي سجى شعر وحن آد يأت وقولها اللي قلنا يا دوينها هي الصومالي لان كان هاند دوينها قلبت في الصومالي لان غير أوضل يسال اللي يجيب اللي بفرضا سري مقام كل يدتي يوم مدحين السيرية وواحد ما يكتب الشدي مقوله هيدا هر والله يصبر نقل مدح من السيرة تواشدها هر هذا واحد كبير يسمو تقلع ما نتي يقول رسالة وكهل لنا واحد هيد إنه كهل الله أو يراه الله تواشدها ده كهير بور ما تواشدها ده كهير بور ما إنه راه مدح فيني عطيه دي القفتي عطيه أي كوك جوه على رأسي مش شيء وين عطيه قلنا قريب عطيه قلنا ديالو ودي فهم دي قرشة دي علوك لساري لها بس كوا بس كها عبنا يا مهر هيد بور ما كل هالشيء وأعطتك قلبيت في الشمال لأن صدق راقب ورقب ورقب لي أو لي السل البعض وشو دي كسو كبير هنا المركة مقالك لها تقول صدق وطعب وشو دي تران هيد كرير بورما وحانو ورقنا الشرف كل يوم يقام كل يوم يحوصتك يأينا الضار كيجي يوم أقويها كيجي يصالدين تلية وشو دي الفاصل دي قيسو قد مقالك لي بصور ورمس وانا نكر هالي قلينا للشعب قيقا يستان كهاد يستي يوم يقام وصيات برا هذا الشيء خاسوا خاب وحكالون شلال هنا كهالله مدح منو حوري تضحي الضوء أياد وضياش دمان في الحيوة مدح من الحلق قرنك يحوى لها ومدى بول واسمي هاي واضي كستور هير سلماني لاني وحو حق أولي هاي أو حق أولي هاي إنو كحلا خيرات خدالك يحلال خدالك ما سشفة شرعي وفرصة بدن مدح بيني مواطنين تاتكو يا دينا سيني حلدون يحوى لدوين هين وحي أولي سمين حلال في يحوى لها كو حكتدا دا يتصدق قرابكي لقاح حوى لها ومدى يحد سيدة دالك با سيدة الشرعي ده هذا أبوه أبوه بابتي أبي أقول في هذه السنة يكون سجل ماتك واحد شلال هنا كهذا عقد شبلين في عبر رسس حافظة لو هي بريه هندل هي حركة ترابيل هاي حافظة عرب شغل اللي حافظة حرتها هي حرمة تام خاصي سي شرعية ضي دستور السومالة وحال لو ليجي قري جيم الخيلات تشيجهم كيبل نلبي هذه أدور عن بارين يا أنا الرحمن guriga ma maanta sun baa la ogaaday inay dawladdu lahayd miina wal dawladdu guriga hore u lahayn arintaas waxaan u aragnaa gafiye meel fadhac ee saxaafaduna sidaa ku joogsan mayso ku raacburi mayso hadii guriga la saaray iyo saxaafi la xaday saxaafadu ma joojinayso taliyeyn dhamays tiram ma khasina ina shacab gureysa meelan iyo saxaafada raacburinta lagu hayo saxaafada waxaan jeclaan lahayn inaan ka hadlo kale hadalkay ku soo diri lahaa ee waxaad moodaa maalmaha u dambeysay saxaafada Soomaaliland inay aad u qaadaa dhigaysa oo ay ka hadlaysay arrinta maro ka dhalisay ee aad doorashada waxaan leenahay doorashada Soomaaliland xilligii loogu dhacay bay ku dhacaysaa siiraanyo waxaan leenahay marmar siyo heli maysid muddo aad kororsato baarlamaanka oo aad khalkhal iyo fowdo ka dhex abuurto si walba oo aad uma jara hawaabiso uma bahay Soomaaliland saacad gelinkeed ku fadhiya maysid si xaaraana sharciga kursiga dalka kana aqbali mayno shacabkuna ka aqbali maayaan shirkiga jireed waxa ku soo gabagabeynaya dali gelin mar labaad iyo mar saddexaad aan siinayo shacabka reer awdal iyo salal iyo gibli sidii hoosaysay ee ula hadlay madaxweynaha Soomaaliland waa ka raali gelinayna waxa la leenahay madaxweyne ee nagamay ka qabay inaad magaalo kaliya ugu soo koobto tabashada bilaha ka sugeynay shacabka reer awdal iyo reer salal iyo reer gibliina waxa la leenahay codkoodu ku soo koobi karin maysid magaalo qura haata xaal baan ka siinayna hadaan ay xisaabta mucaaradka billahi tawfiq ee gobolada awdal iyo salal ama gobolada galbeedka aan kaga hadlayno marka hore waxaan inaan wax ka irtaafi doonayaa خطبتي مدحنا السيران يو قيبتي نقا خصي السي قبل هذا قلبات مدح ويني عبا الشادو ما يهي وحرا قلت الماما وما عد ما عرفت واحد ومقع بحسي رقمات كا بورا مين اتلاه عبا الشادو وحي تالي قبلي عبا الشادو وحي تالي بورا عوضل عبا الشادو وحي تالي السلي درين كالاقوسو بيكاسو جوابتاس سوق دي مدح دي دقنكا انت متليس هذا تاي قبلي هذا تاي اول هذا تاي سلف
madaxii dhaqankan jaamacaysa ayaa adiguna dareenkaaga yani waxa ugu magacaysay dhaqanka booran kelmad jaadib go'no qayaan kuleenahay ta kale inaad mar labaad ku celisay ma aheyn guddi ayaa wax ka sugaya guddidan horaan kuugu sheegnay waa kuwii ay ka cabanayeen ee sababi cadaalad darrada arrinku adigu ku garab yaalla adigu ku garab yaalla inaad adigu haddaad doonto intii aad hayseen baa wax idinka dhimayaa dheh waa wax nagaa sugay intii hayseen saddexdii wasiir ee joogay ayaan midan ka jaray dheh waa wax nagaa sugay taa intaa u dhaaf maayo waxa kaloon doonayaa inaan ka hadlo halkan dhacdooyinka beryahan dambe ka dhacayeen hadday tahay cagurinta saxaafadda lagu hayo hadday tahay dhalinyartan dareenkooga lagu wareerayo iyo afkaartooda iyo hamigooga mustaqbal ee siyaasadeed lagu wareerayo ee lagu xirxirayo lagu cagujirmeynayo waxaa kaloon si aada u cambaaraynaynaa falka lagula kacay muxuu ahaa milkiilaha hoon kebel nasr farxaan xaaji cali aada ayaan u cambaaraynaynaa waana wax aan image fiican ka bixi marka dibadda laga sawiro soomaalila waxaan image fiican ka bixin madaxweyne dastuurka qaranka jamhuuriyadda soomaalilan wuxuu ku siiyey awood qaab dhismeedka qaranka lagu samaysan yahay wuxuu ka kooban yahay saddex waax oo wax waliba ay awooddeeda u si gaara dastuurka ugu madax banaeyey intaasna waxaa laga rabaa in si midaysan ay kubadda u wada ciyaaraan kubadda la ciyaaraya maxay tahay waa in wixii qarankani uu ku hagaagsanaan lahaa ay ka wada shaqeeyaan wey weliba adiga si gaara dastuurku dastuurka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland saddex laawaaxood mid walba awooddeeda si gaara ayuu u siiyey waxaana uunu laga rabaa inuu tiimku dhinaca kubadda wada ciyaaro waxa leeyahay doorashada madaxweyne adigaa maanta dalka mas-uulka adigaa lagaa rabaa sidii dalkani au midnimo ugu shaqayn lahaa horumar ugu gaari lahaa haddaytahay xagga dimuqraadiyadda kii markii aynu la midoobno soomaaliya waxaynu maanta halkaan idhigo waxaad wadatashi la-aan aynu maanta ka mudannay cadaalad darro iyo dhibaatadii badneed ee ka tirsanaynay soomaaliland aan maantana aynu yani aayaheena kaga tashanay inaynu ku goosanno qarannimada soomaaliland waxaan leenahay tii oo kale ayaanu arkaynaa maantana wax laga taxadaro sidii qarankani aanu u burbur lahayn ama aanu habqan ugu tegi lahayn mar labaad soomaaliya ayaanu leenahay wasalaamu calaykum.